استشهاد 9 مدنيين وإصابة آخرين إثر استهداف طيران النظام بغارتين بلدة خان السبل بريف إدلب. ارتفاع عدد شهداء مجزرتي الحولة والرستن نتيجة القصف الجوي إلى أكثر من 20 مدنياً وعشرات الجرحى بينهم نساء وأطفال. الثوار يستهدفون مواقع قوات النظام وميليشياته على جبهة حندرات شمال حلب ويؤكدون مقتل ضابط يعتقد أنه إيراني وعدد من العناصر. الثوار يصدون محاولة قوات النظام التقدم إلى محيط دوار ليرامون في مدينة حلب ويردون العديد من عناصرها قتلى خلال الاشتباكات. ناشطون في مدينة حلب ينظمون وقفة تضامنية مع الشعب البريطاني بمناسبة مأساة حريق لندن وتأكيداً على الإخاء بين الشعبين. المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي مستورا يتعهد بإسقاط المساعدات الإنسانية من الجو إذا لم يتحسن وضع الوصول للمناطق المحاصرة بحلول حزيران المقبل.